السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي الأعزاء، النهاردة هيبقى حديثنا تحت عنوان كيفية معالجة القضايا أمام المحاكم الجنائية ومحكمة الجنايات. العنوان ده دائما في محاضراتي أقوله لزملائي الشباب في أول حديث مني ليهم، يعني أول حديث مني لزملائي الشباب، الحديث الأول هو كيفية معالجة القضايا أمام المحاكم الجنائية ومحكمة الجنايات. يعني مضمون هذا العنوان لما تجي لك قضية تعمل فيها إيه؟ تحت العنوان ده ثلاث عناصر. العنصر الأول، من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ العنصر الثاني، كيف تقرأ ملف القضية؟ العنصر الثالث، كيفية استخراج الدفاع والدفوع من أوراق القضية. زملائي الأعزاء، اوعوا تفتكروا إن العنوان ده سهل بسيط. أنا حبين لحضراتكم إن مضمون هذا العنوان كان بالنسبة لنا في مستهل حياتنا صعب جدا. لما تعرض على الواحد وهو في مستهل حياته زيكم كده في نفس العمر قضية وقريتها بس مش عارف أعمل إيه تاني، إيه اللي أنا هعمله قدام المحكمة؟ وعشان كده العنوان أو العنصر الأولاني، من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ حتى اليوم هناك خلاف بين زملائنا وبين العاملين بالقانون على إني البعض يقول نبدأ قراءة ملف القضية من أمر الإحالة، ما هو في محافظات القليوبية والشرقية والغربية أول ما تيجي تفتح ملف قضية تلاقي يقول لك إيه أمر الإحالة، يبقى نبدأ منه. ورأي آخر يقولوا نبدأ من تحقيقات النيابة العامة، وأمر آخر فوجدت أن هناك خلاف. النهاردة هقول لكم إن الواقع العملي اللي احنا عشناه، الحقيقة إني هقول لكم من أين تبدأ قراءة ملف القضية. العنصر الثاني هو كيف تقرأ ملف القضية، كيفية القراءة نفسها. اوعى تعتقد إن هذا العنصر سهل أو بسيط أو ملوش معنى، يعني لا بس. إحنا لما في بداية حياتنا لما تعرضت علينا قضية وقرأناها، طيب هنيجي قدام القاضي نقول له إيه؟ هل اللي إحنا قريناه هنعيده قدام القاضي؟ يعني اللي إحنا قريناه هنمسك الملف بتاع القضية ونعيد اللي إحنا قريناه؟ ولا هنقول ايه؟ وانا بتحضرني الذاكرة في اول قضية جات لي، وكانت قضية شروع في قتل، كيفية القراءة. وزي ما قلت لحضراتكم ان انا اتذكر القضية، اول قضية اتعرضت عليا بعد ما قريتها مش عارف اعمل ايه، فخدت القضية تحت باطي
وبدأت أبحث عن الأساتذة الكبار يقولوا لي أعمل إيه. النهاردة أنا ما بخليكوش تتعرضوا لنفس المواقف الصعبة اللي احنا تعرضنا منها. بحط تحت إيديكم أسباب النجاح في القضية، من أين تبدأ قراءة القضية، وكيف تقرأ ملف القضية، وكيفية استخراج الدفاع والدفوع من أوراق القضية. زملائي الأعزاء، إذا تعرضت مع حضراتكم للعنصر الأول وهو من أين تبدأ قراءة ملف القضية، هو الآتي: تعلمنا من الواقع العملي أن أبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. أبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أول ورقة بتكتب في القضية ورقة اسمها محضر التحريات. ضابط المباحث هو اللي بيحرر محضر التحريات، مفيش حد غيره، أو لو خلى حد غيره يبقى تحت إشرافه. يعني لو جاي لبولوكامين المباحث وقال له خد اكتب، وراح مماليه محضر التحريات، بس يبقى تحت إشراف ضابط المباحث. يبقى القاعدة الأصولية أن محضر التحريات لا يحرره إلا ضابط المباحث. ضابط المباحث أول ما يجي يعمل قضية، قضية سرقة، قضية مخدرات، قضية رشوة، قضية اختلاس، لازم يكتب محضر التحريات. إزاي الكلام ده؟ يعني تعالوا في قضية، وليكن قضية بسيطة، قضية إتجار في المواد المخدرة، ضابط المباحث عاوز يبدأ يعمل قضية، يكتب كده في محضر التحريات: اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتجر في المواد المخدرة، وأنه يحوز ويحرز في شخص ومسكنه كمية من المواد المخدرة. أدي حضراتكم محضر التحريات. محضر التحريات ده هو سبب إصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. هذه الورقة دي بيعملها ضابط المباحث عشان يستصدر إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة. يبقى حضراتكم ضابط المباحث أول ما بيحرر المحضر بتبقى ورقة، وفي القضايا الكبيرة ساعات بتبقى ورقتين ثلاثة. وأنا أتذكر أني كان في محضر تحريات عندي من 32 ورقة، اللي هي في قضايا الرشوة الكبيرة المشترك فيها أكثر من 10-12-15 متهم، بتبقى بتزيد عن 30 ورقة محضر التحريات. لكن أنا بقول إيه؟ الحدث الأول، بلاش الورقة الأولى، الحدث الأول هو محضر التحريات. ضابط المباحث بياخد الورقة دي أو المحضر ده ويروح لوكيل النيابة يقول له في المصدر السري أبلغني أن فلان الفلاني كائن في الشارع الفلاني في المنطقة الفلانية يتجر في المواد المخدرة، وإنه دلوقتي بيحوز حاليا في شخص وفي مسكنه كمية من المواد المخدرة، لو سمحت اديني إذن عشان أقبض عليه. أدي أول ورقة.
السيد وكيل النيابة هيديله الإذن، بس قبل ما يديله الإذن لازم يقرأ المحضر. لو وجد إن في المحضر شرطين يديله الإذن، لو وجد إن هذا المحضر ما فيهوش الشرطين أو في شرط ناقص لا يصدر الإذن. إيه هما الشرطين دول بقى؟ الشرط الأولاني يجب أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على إصدار الإذن. يشوف كده وكيل النيابة يشوف إن دي تحريات جدية. طب يعرف تحريات جدية إزاي؟ من شخص مجري التحريات، يعرف إن الشخص ده من اللي هم يعني دايما يلفقوا القضايا، أو الراجل ده لا، الراجل ده من خبرتي معاه إنه راجل صادق وراجل ما بيكتبش إلا الحقيقة. يبقى وكيل النيابة أول حاجة هو بيعرفها. الحاجة التانية أو التالتة إنه لازم بعد ما المصدر السري يبلغه إن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة، ما ياخدش الكلام ده ويطلع لو كيل النيابة يستصدر إذن، لا، بيجري التحريات. يعني إيه بيجري التحريات؟ يعني يتحرى الحقيقة في البلاغ اللي وصله. يمكن يكون المصدر السري أو المرشد عاوز يكيد لواحد أو متغاظ من واحد فيقول وشاية أو نكاية فيه عشان يوديه في داهية وخلاص. لازم هو يتحرى عن صدق البلاغ، يقوم بنفسه يراقب الشخص ده بطريقته الخاصة ويشوف حد تاني من المخبرين اللي عنده يقول لهم عاوزكم تراقبوا لي الراجل ده وتشوفوا لي تحركاته ايه، وهل فعلا بيتاجر في المخدرات ولا لا. لو ما عملش التحريات دي يبقى وكيل النيابة ما يصدرش البلاغ. يعني لو كتب كده اتصل بي احد مصادر السرية وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وانه بيتخذ من مسكنه ومن شخصه لحيازة المخدر، وعليه سأتوجه للسيد وكيل النيابة لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. وما عملش تحريات، خد الكلام من بق المرشد أو المصدر وراح يستصدر الإذن. لو اداله إذن واتضبط المخدرات واتضبطت المتهم يبطل القبض وما تلاه من إجراءات، لأنه من شروط صدور إذن النيابة العامة أن يكون هناك تحريات جدية. أدي واحد أن يقوم بها ضابط. الشرط الثاني إيه؟ اللي وكيل النيابة بعد ما يشوف أن الراجل ده يعني تحرياته جدية، إيه الشرط الثاني؟ يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وكيل النيابة يقرأ المحضر، اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه يحوز ويحرز حاليا كمية من المواد المخدرة، هي دي الجريمة. لو ما قالش الجملتين دول وصدر الإذن يبقى صدر بدون جريمة. يبقى لازم حضراتكم أهم حاجة إن يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. ليه بقى؟ لأنه إذن النيابة العامة إذا صدر ده بيبقى سيف مسلط على رقاب العباد، والشراح قالوا عشان يصدر إذن النيابة العامة يجب أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل
حتى ولو تحقق وقوعها. بتحضرني الذاكرة بقضية كانت معروضة علي، قضية إتجار في المواد المخدرة في حي اسمه حي عين شمس تبع المطرية. ضابط المباحث كتب في محضر تحرياته، قال اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني أن فلان الفلاني اتفق على توريد كمية من المواد المخدرة إليه على أن يتسلمها الساعة 6 مساء اليوم. النهاردة الساعة كام؟ 10 الصبح. بيكتب محضر التحريات ده 10 الصبح. الضابط اتصل بي أحد مصادر السرية وبلغني أن فلان الفلاني اتفق مع أحد تجار الجملة، أحد تجار الجملة في المخدرات على توريد كمية من المواد المخدرة على أن يتسلمها الساعة 6 مساء اليوم. 10 الصبح. وراح لوكيل النيابة، وكيل النيابة قال له طب عاوز إيه؟ قال له أنا عاوز تديني إذن بضبط المخدر عند استلامه. واداله الإذن. نأذن للسيد المقدم فلان الفلان بضبط وتفتيش شخص المأذون بضبط وتفتيش عند تسلمه للمخدرات المشار إليها من تاجر الجملة الساعة 6 مساء اليوم على أن يحرر محضر بالإجراءات. لو خد الإذن ده وضبط الراجل وهو مع المخدرات يبطل هذا الموضوع. ليه؟ لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. يعني لو كان متأكد 100% أنه هيتسلم المخدرات الساعة 6 بالليل برضو ما يصدرش الحكم، ما يصدرش هذا الإذن. يبقى قلنا عشان كده نرجع، من شروط صدور إذن النيابة العامة أن تكون هناك تحريات جدية، أدي واحد سابقة على صدور الإذن، أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. أنا بقول لحضراتكم القواعد دي وبطبق عليها قدام حضراتكم القضايا اللي اتعرضت عليا أنا عملت فيها إيه وطبقت القاعدة القانونية على القضية إزاي. وأنا بقول لحضراتكم وخاصة اللي عنده الأمل إنه يعمل في المحاماة إنه يكتب، لأن أنا اللي بقوله ده مش موجود في الكتب اللي بتصدر دلوقتي. اللي بقوله ده حاجة اسمها الفقه الجنائي المتعمق، ده اللي من قبل 50 سنة. يعني لو حد من حضراتكم بيحتفظ بكتاب أو بيشتري كتاب من الكتب القديمة القانونية هيجد فيها الفقه الجنائي المتعمق. أما دلوقتي فأنا بجد إن الكتب القانونية سواء كانت الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات أو القانون الجنائي العام أو الخاص بجد إنه هش، ما فيهوش فقه متعمق زي اللي احنا بنقول. وعشان كده بعض زملائي كان يتصلوا بي يقول لي انت حضرتك قلت لنا محاضرة من 11 سنة انا لسه بستعين بالمحاضرة لغاية دلوقتي في القضايا اللي بتتعرض عليها. انا بحط تحت ايدين حضراتكم اسباب النجاح في اي قضية تعرض عليك. يعني لما هحاضر معاك في قضية مخدرات، أي قضية مخدرات هتعرض عليك هتلاقي أنا وضعت ليك القواعد القانونية في كيفية التعامل في القضية. وكذلك في قضية القتل العمد، إذا شرحت لك قضية قتل عمد أنا هشرح لك القواعد اللي بتحكم القتل العمد، وإمتى يبقى قتل عمد، وإمتى يبقى ضرب أفضى إلى موت، وإمتى يبقى قتل عمد مع سبق الإصرار، وإمتى ما يبقاش في سبق إصرار. كل ده هحطه لما في محاضراتي المتخصصة اللي هي بعد كده.
فعشان كده أنا بقول لحضرتك اهتم بالحديث اللي أنا بقوله واكتب، وبعد ما تكتب هذا الأمر اكتبه بعد كده بالكمبيوتر، وبعدين حافظ عليه في مكتبتك عشان هتستخدمه بعد سنة وبعد 10 وبعد 15 سنة. زملائي الأعزاء، يبقى هنا من شروط صدور إذن النيابة العامة شرطين: أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى ولو تحقق وقوعها. وهنا حضراتكم، أنا زي ما قلت لكم كان في قضية مخدرات عندي اتعرضت عليا في منطقة اسمها منطقة عين شمس، وكان تاجر مخدرات صاحب احد القهاوي وبيتاجر في المخدرات او كده، كان مكتوب في المحضر، واتفق مع ناس يجيبوا له مخدرات من العريش او من حتة اللي هي المعروفة دي، وضابط المخدرات المرشد عرف الكلام ده، فقال له الضابط، قال له ده المعلم فلان هيجي له مخدرات الساعة 6، وهو متفق انه ناس تجيب له مخدرات الساعة 6، لان انا كنت رايح بقول له ما عاوز اشتري قرش حشيش، قال له طب يبقى تعالى لي الساعة 8 او 9 لان هتجي لي المخدرات الساعة 6. فالضابط راح كاتب المحضر التحريات، اتصل بي احد مصادر السرية وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة، وانه على موعد لتسلم كمية كبيرة من المواد المخدرة الساعة 6 مساء. كان الكلام ده الساعة 10 الصبح. سائل وكيل النيابة دون خبرة وصغير في السن لسه ما توديكش قوي، قال طيب يعني انت عاوز قد ايه؟ وقت قد ايه الاذن؟ قال له لا ده هو النهاردة ان شاء الله. قال له طيب، نأذن للسيد المقدم فلان الفلان بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبطه عند استلام المواد المخدرة الساعة 6 مساء، على أن يحرر المحضر، على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال 3 أيام من ساعة وتاريخ الإذن. الإذن ده كان الساعة كام؟ كان الساعة 12 الظهر. يبقى محضر التحريات كان الساعة 10، إذن النيابة كان الساعة 12، وراح واخد الإذن واستنى الـ 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 العربية اللي جت وهي بتسلم المخدرات، ضبط هو والقوة، قبضوا على اللي بيسلم واللي بيستلم وقدموا إلى محكمة الجنايات. وهنا إحنا قلنا قدام المحكمة على فرض صحة الأوراق جدلا، وليس هذا تسليما منا بصحتها، وإنما لمناقشة الدليل المقدم ضد المتهم في الأوراق، هنفترض إنه هو كان بيستلم وإنه صدر إذن من النيابة العامة الساعة 12 الظهر لضبط جريمة ستقع الساعة 6 مساء. الأمر الذي يتأكد منه بطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، لأن الإذن صدر الساعة 12 الظهر، هو ما كانش فيه إلا مخدرات 12 الظهر، ولا كان فيه حد بيسلم ولا حد بيستلم، لكن لسه هيحصل الكلام ده الساعة 6 مساء. وعشان كده من شروط صدور إذن النيابة العامة أن تكون هناك تحريات جدية، وأن يكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل عند صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى لو تحقق وقوعها. هذا الكلام إحنا بنقوله قدام محكمة الجنايات، وقضت محكمة الجنايات للأسف قضت ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه لبطلان صدور إذن النيابة العامة. إحنا أنا ماليش دعوة بقى ده تاجر مخدرات ولا مش تاجر ولا بيتاجر في الزفت، أنا ماليش دعوة، أنا راجل فقيه، فقيه قانوني، أنا أتكلم في القانون ولا أتحدث إلا في القانون، لا أدافع عن تاجر مخدرات ولا أدافع عن حرامي، أنا بتكلم أبص أشوف
المادة القانونية المقدم بها المتهم إيه؟ طب القاعدة القانونية إيه؟ هل دي صح؟ لما صدر الإذن كان صح ولا كان غلط؟ وعشان كده يبقى الأمر الثاني إحنا بنقول دلوقتي إيه؟ أول حاجة محضر التحريات الساعة 10 الصبح، هنفترض الشهر ده 1/9/2022، إذن النيابة الساعة 12 الظهر يوم 1/9 نفس اليوم 1/9/2022، اتقبض على الراجل الساعة 6 مساء يوم 1/9/2022. يبقى أنا لما بقرأ، إحنا لسه بنتكلم في إيه؟ في من أين تبدأ قراءة ملف القضية؟ يبقى أنا قريت محضر التحريات الأول، وبعد كده قريت إذن نيابة العامة لما صدر، وبعدين قريت محضر الضبط. ما هو الملف قدامي بالكامل، ملف القضية اللي أنا قلت لكم عليها كان قدامي بالكامل، قريت بالترتيب. بعد كده السيد الضابط جاب المتهم وجاب المخدرات وجاب المتهمين ووداهم على وكيل النيابة. وكيل النيابة بدأ يسأل المتهم، بدأ يسأل الضابط، بدأ يسأل شهود الإثبات، شهود النفي، ويودي المادة المخدرة إلى المعمل الجنائي لتحليلها لمعرفة ما إذا كانت تحوي مخدر من عدم. لأن كثير من القضايا، يعني كانت قضية معروضة عليا وواحد مقبوض عليه بكيلو هيروين، ووكيل النيابة ودى المادة المضبوطة إلى المعمل الجنائي، وجت النتيجة إن المادة دي عبارة عن أقراص إسبرين عادية ليست مخدر، ومن ثم السيد وكيل النيابة حفظ المحضر. يبقى لازم الأول يودي المادة المضبوطة إلى المعمل الجنائي لتحليلها وبيان ما إذا كانت مخدر من عدم. حضراتكم بعد التقرير، حضراتكم لو جت النتيجة سلبية بيحفظ المحضر، لو جت النتيجة إيجابية إن في مخدر بياخد كل الحاجات دي، الأوراق دي كلها، وبيعمل قرار اتهام. خلوا بالكم عشان في بعض الزملاء بيختلط عليهم الأمر بين قرار الاتهام وأمر الإحالة، أو قرار الاتهام وقرار الإحالة. قرار الاتهام لما السيد وكيل النيابة بيخلص تحقيق وجه المعمل الجنائي قال له دي مخدرات، بيروح عامل قرار الاتهام، يقدم المتهم إلى المحاكمة بتهمة الإتجار في المواد، لأنه حاز وأحرزها بقصد الإتجار مواد مخدرة بين قوسين حشيش أو هيروين أو أفيون أو كده، وطبقا لمواد الاتهام 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات، والمادة 1 و2 و3 و4 من جدول المخدرات. بيوديهم كل الكلام ده، يوديه وقرار الاتهام لشخص واحد اسمه المحامي العام. المحامي العام هو اللي بيحيل القضية إلى محكمة الجنايات، شخص المحامي العام فقط هو اللي يحيل القضية والمتهم إلى محكمة الجنايات طبقا للقانون. يعني يجي لك محامي عام، محامي عام أول، ماشي، لكن المحامي العام، أي حد غيره لا، ما يحلش القضية إلى محكمة الجنايات. آخر ورقة في الملف القضية هو قائمة اسمها قائمة أدلة الثبوت. فيها إيه بقى؟ فيها شهادة الشهود، وفيها مذكرة النيابة، وفيها تقرير المعمل الجنائي، فيها كل ما هو ثابت لإدانة المتهم. قائمة أدلة الثبوت، أدلة ثبوت التهمة ضد المتهم، دي آخر ورقة. يبقى إذن لما بقول لك من أين تبدأ قراءة ملف القضية، تبدأ بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. لكن لو أنا جيت دلوقتي، يعني أنا يمكن امبارح أو أول في محكمة بنها لقيتهم حاطين أول ورقة أمر الإحالة،
وبعدين محضر الضبط. ما ينفعش. لازم تقرأ، تبدأ قراءة ملف القضية من أول ورقة اللي هي محضر التحريات، بعدين إذن النيابة، وبعدين محضر الضبط، وبعدين تحقيقات النيابة، وبعدين سماع الشهود، شهود الإثبات أو شهود النفي، وبعدين تقرير المعمل، وبعدين قرار الاتهام، وبعدين أمر الإحالة، وبعدين قائمة أدلة الثبوت. أدي حضراتكم لما أقول لك من أين تبدأ قراءة ملف القضية. تبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. ننتقل إلى العنصر الثاني. كيف تقرأ ملف القضية؟ هل اللي تقرأه هتقوله قدام القاضي؟ يعني قريت الملف كده، تروح ماسك الملف كده وتفضل تعيد قرايته قدام القاضي؟ لا. طيب تقرأه ازاي؟ احنا حتى اليوم بعد اكتر من 40 سنة بقرأ ملف القضية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة حتى أصل إلى مرحلة إن أنا أحفظ اسم المتهم رباعي واسم الشهود ثلاثي ورباعي. أنا مش محتاج حاجة، مش محتاج إن أنا أجي قدام المحكمة وأقرأ من ملف القضية، لا. قرايتي، القراءة بتاعتي اللي هي حضراتكم ثلاثة أو أربع أو خمس مرات بتخليني أنا مستغني على إني أقرأ حاجة خلاص، لأني خلاص أنا باخد ملف القضية، باخد المرافعة بتاعتي، عامل أنا ملخص للمرافعة، أنا باخدها بس عشان في قضية، لكن قد لا أستعين على القراية منها لأن أنا خلاص أنا طلعت الدفوع والدفوع اللي أنا هقولهم قدام القاضي خلاص، حاجة قدام القاضي وأنا حافظ، هقول له الدفع الأولاني كذا وأنا شرحه عارفه لأن أنا عدته مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. الأمر الثاني اللي أنا عاوز برضو أعرضه أمام حضراتكم، أول في بعض زملائي بيجيلهم القضية ويجيلهم الناس، ناس بتجيب له القضية، قضية اتجار في المخدرات، قضية قتل، قضية رشوة، يقول له يا الجلسة امتى؟ يقول له ده كمان شهر، يروح راكن القضية كمان شهر ولسه بدري. الكلام ده غلط، لأنه يجي قبل الجلسة بيومين أو بيوم ويفتح القضية يلاقيها قضية أداب، يقول ايه ده؟ ده أنا ما بشتغلش في الأداب، ويروح مرجعها للناس قبل الجلسة بيوم. لا يا أخي، الكلام ده غير صحيح. أول ما بتجينا القضية إحنا السكرتيرة بتدخلها لنا وأصحاب القضية بيقعدوا في الاستراحة، بنقعد بنقرأ القضية، هتاخد قد إيه وقت؟ نص ساعة بنقرأها وبنقول لهم دخلوها. أنت عرفت من القراءة الأولى في إذن نيابة ولا مفيش؟ طب الإذن صحيح ولا باطل؟ طب هتنتهي على ايه؟ هل هتاخد حكم اعدام؟ ما هو في احكام مخدرات بتاخد اعدام، او قضيه قتل هتاخد اعدام. انا لو لقيت ان هو القضيه هتصل كده انا ما باخدهاش، بس من دلوقتي مش بعد شهر اقول لهم لا انا ما باخدش. ولا يعني تحضرني الذاكره قضيه قتل كانت معروضه عليا من إحدى مراكز إنا، وكانت في ست واحدة سيدة قتلت بنت سلفتها بتغير منها، فراحت جاية الطفلة بينها وراحت واخدها جوه دخلتها الأوضة عندها وقعدت حطت المخدة على بقها عشان تخنقها خالص،
وبعد ما نص ساعة راحت شايلة المخدة لقيتها لسه بتتحرك، فبالمقص وقعدت في رقبتها وتديها لغاية ما ماتت البيت. حطيتها في شوال ورميتها ورا البيت. اتقبض عليها والضابط قال لها اعترفي، اعترفت. قال لها فين الجثة؟ قالت له ورا البيت. راحت مثلت الجريمة قدام وكيل النيابة وأرشدت عن الجثة، وجت في النيابة اعترفت وجت للقضية دي. فقلت لهم أنا مش هاخد القضية، أنا قريتها طبعا. قلت لهم مش هاخدها. قالوا ليه؟ قلت لهم لأنها تاخد إعدام، فأنتوا القرشين اللي هتديهم لي اصرفوهم عليها، لكن خلوا بالكم هتاخد إعدام. وأنا من رأيي أن أنتوا تسيبوا المحكمة تنتدب ليها محامي، لكن ما تصرفوش. قال لي يا أستاذ ده أنت أستاذ كبير. قلت لهم أنا كبير أو أنا مش كبير أنا مش هاخدها. قالوا أنت يعني الأتعاب اللي هتطلبها إحنا مستعدين. قلت لهم مش موضوع أتعاب، موضوع قناعة عندي. أنا ما باخدش قضية إلا إذا كنت مقتنع إن أنا هطلع الناس منها، لكن أنا عارف إنها هتاخد إعدام وأخدها لا. قالوا ده المحامين هناك عندنا قالوا إنها هتاخد من 3 لـ7 سنين. قلت لهم خلاص روحوا. مشيوا واتصلت بي، اتصل بيا اللي كان جاي لي اللي هو اخوها وابوها، قال لي ده اختنا خدت اعدام، احنا عاوزين حضرتك تعمل لنا نقض. قلت لهم انا لا بعمل نقض ولا عاوز اشوف القضيه دي، روحوا لاي حد يكمل لكم. وعشان كده انا بقول لحضراتكم ما تاخدش قضيه الا اذا كنت مقتنع. مش هي الموضوع انك تاخد قرشين، لا، الموضوع ان انت تنجح. واعرف لما هتكون صادق ربنا الرازق هو الله، ربنا طالما ان انت صادق هيعوض عليك في نفس اللحظة وهيجيب لك قضية افضل واعظم منها لانك انت كنت صادق وامين. لكن جاي لك ناس زي دي، واحد هتاخد اعدام، هاخد كذا الف هاتوا، وانت عارف هياخدوا اعدام، ده ما ينفعش. وعشان كده سعد زغلول زعيم الأمة كان محامي، فالعقاد وكان الأنتيم بتاعه وصديقه، وكان بيمشي معاه في كذا في جميع سفرياته وغدواته، فقال له كيف أصبحت محامي شهير؟ قال له كنت أقرأ القضية قراءة جيدة، وكنت صادق مع كل من يتعامل معي، وكنت أحترم القضاء. شفتوا الكلام؟ شفتوا الثلاث قواعد دول؟ سعد زغلول اللي كان محامي من أخلاقه ومن سلوكياته ومن أسلوبه تم تعيينه رئيس لمحكمة الاستئناف. قالوا له تعالى احنا عاوزين النوع اللي زيك، اتعين رئيس محكمة استئناف القاهرة، كان محكمة واحدة. وبعدين راح متعين وزير عدل، أو كان أيامها وزير حقانية. وبعدين راح متعين رئيس وزراء، وراح متعين رئيس مجلس النواب. أدي المحاماة، أدي المحاماة. وعشان كده إحنا بنتأسى بأسلافنا العظام. خلوا بالكم أسلافكم عظام، فأنتوا لازم توصلوا إن أنتوا مش، إحنا مش عاوزين نبقى زيهم. أنا مش عاوز أبقى زيهم، أنا عاوز أبقى ريحة منهم. وعشان كده اتمسك بالثلاث مبادئ دول: قراءة القضية قراءة جيدة، أن تكون صادق في كل من يتعامل معك، صادق مع زملائك، صادق مع أساتذتك، صادق مع موكلينك، صادق مع القاضي قدام القاضي، وإياك والمغالطة أمام القاضي. إياك، اوعى تفهم إن القاضي اللي قاعد قدامك ده إنه ما قراش القضية،
أنا بحذر حضراتكم إن أنت تفهم إنه ما قراش القضية. ده بيبقوا قارينها وتداولوا فيها التلات أوضاع وبيتداولوا بيها سواء بالتليفون أو في بيت حد منهم أو في نادي القضاء، بيفضلوا يعيدوا ويزيدوا ويتداولوا فيها، وده يقول له ده هياخد إدانة هندي يا ريس 10 سنين، يقول له لا بس كتير 10 لأنه الشهود قالوا كذا وكذا، هو 3 كفاية. واحد تاني يقول له لا هي 15 سنة، والآخر يقول له لا براءة يا ريس هي المفروض ياخد. يفضلوا يتداولوا وبعدين يجوا قدام المحكمة، انت تيجي بقى قدامه وتقول له الشهود قالوا انه المتهم ما كانش موجود في المكان، يقول لك جبت الكلام ده منين يا أستاذ؟ انت بتقول اي حاجة وخلاص، انت شهود ايه؟ اذا كان الشهود في الاوراق قالوا انه كان موجود ومقبوض عليه متلبس، فانت بتغالط ليه قدام المحكمة؟ وبعدين خلوا بالكم القاضي، تعالوا القاضي انا هديكوا امر واقعي، القاضي بتاع محكمة الجنايات بيشتغل اسبوع في الشهر، كل شهر بيشتغل اسبوع بس من السبت للخميس، يبقى 6 ايام في اليوم. هنفترض هو ساعات دلوقتي بيوصل عدد القضايا 30 قضية و35 و40 كده، لا انا هقول متوسط 20 قضية، يبقى في 6 ايام بكام؟ ب120 قضية، ده في الشهر. ده في السنة 1440 قضية. طب في 10 سنين 14400 قضية، وتيجي تغلطه في 10 سنين؟ ده 10 سنين ده بيبقى لسه صغير، قاضي لسه صغير. فما بالكم بقى القاضي اللي بقاله 30 سنة في محكمة الجنايات، وانت جاي بتقول له ان شهود الاثبات قالوا انه ما كانش يا راجل لا تغالط يا راجل، اعرف ان انت قدام القاضي ده كسرة القضايا على القاضي يجعله في مقدمة فقهاء القانون. أنا بنحني قدامه لأن علمه أزيد، لما في 10 سنين 14400 قضية فصل فيهم، من قضايا قتل، قضايا اختلاس، قضايا زور، كل الكلام ده. وأنا أجي أروح ألعب وأقول له نص المادة والنص التاني ما أقولوش، هيقولي ما تكمل النص التاني خلاص. وعشان كده نصيحتي لزملائي إياكم والمغلطة أمام القاضي. القاضي بيشعر بأن المحامي اللي قدامه ده بيحترمه، والمحامي ده بيستخف بيه، واعرف أن الاحترام اللي انت بتوجهه للقاضي بتجده في تعامله معك، تجده انه بيحترمك، تجده في حكمه، لان انت اصلا محتاج من القاضي الانسان، والقاضي انسان. شفتوا بقى سعد زغلول قال ايه بقى؟ اقرأ قراءة القضية قراءة جيدة، أن أكون صادقاً وأميناً مع كل من يتعامل معي، أحترم القضاء. زملائي الأعزاء، بنتقل بحضراتكم إلى جزء من العنصر الثاني، كيف تستخرج الدفاع والدفوع من أوراق القضية. ما احنا قلنا إيه؟ لما قريت القضية مش انت اللي قريته ده هتقوله قدام القاضي، لا ده انت هتطلع الدفع. طب بتطلعه ازاي؟ تعالوا نفتح قضيه وليكن قضيه اتجار في المواد المخدره، انها بتبقى سهله، لان قضايا الاكل يعني انا عارف ان هم بيروحوا للاساتذه الكبار لانها بتبقى حياه وموت، لكن قضايا المخدرات دي كتير دلوقتي وبتتعرض عليكم من صغركم وانتوا شباب.
تعالوا نطلع بقى الدفاع والدفوع ازاي بنطلعها. هنجد محضر التحريات مكتوب فيه ايه؟ اتصل بي احد مصادر السرية وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وانه يحوز حاليا في شخص ومسكنه كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعليه سأتوجه للسيد وكيل النيابة لاستصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه. وراح كاتب الكلام ده، وقد تأكدنا من صدق التحريات وقد تأكدنا من صدق البلاغ، وراح لوكيل النيابة. وكيل النيابة بص على في المحضر لقى فيه الشرطين اللي هم لازم يكونوا موجودين في المحضر لإصدار إذن نيابة العام. إيه هم الدول؟ أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. وجد دول راح مديله الإذن، قال له خد اتفضل نأذن للنقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن. خلوا بالكم من الكلام، نأذن للسيد النقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة. وأنا هقول لكم المرة واحدة ليه، يعني لما بيتنفذ 3-4 مرات، على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة خلال 3 أيام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن. السيد الضابط خد الإذن، بقى معاه ايه؟ محضر تحريات واذن نيابه. عاوز يعمل ايه بقى بعد كده؟ يروح يقبض على الراجل المتهم. ايه هو محضر الضبط؟ هو ايه محضر الضبط؟ هو تنفيذ اذن النيابه. مش اذن النيابه بيقول له نأذن للسيد النقيب فلان الفلاني بضبط وتفتيش، هو مش كده نأذن، هو بينفذ بقى الإذن. يبقى محضر الضبط نجده بيقول لك ايه؟ الساعة 6 مساء تنفيذا لإذن النيابة العامة. كده في محضر الضبط بتجدوا العبارة دي، تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر لنا بتاريخ اليوم الساعة 12 ظهرا، قمت والقوة المرافقة لتنفيذ الإذن لضبط وتفتيش شخص ومسكن المأذون بضبط وتفتيش لضبط ما يحوز من مواد مخدرة على، وقال لك وأثناء سيرنا في الطريق العام قابلنا المأذون بضبط وتفتيشه فاستوقفناه وعرفناه بشخصيتنا ومأموريتنا وفتشناه ووجدنا في جيب القميص بتاعه علبة سجاير مارلبورو حمراء بها 5 سجاير، 3 سجاير ملفوفين لف يدوي يبرز من فوهتهم نبات عشبي أخضر جاف يشبه نبات البنجو المخدر، وسجارتين عاديين. وهنا ضبطنا العلبة اللي فيها المخدر ورجعنا به إلى القسم وحررنا محضر بالضبط. إيه رأيكم في القبض ده؟ ليه قول لي ها باطل ليه؟ انا هقولها لكم ببساطه. انت مش قلت في محضر تحرياتك انه اتصل بي احد مصادر السريه وابلغني ان فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدره وانه يحوز حاليا كميه من المواد المخدره في شخصه وفي مسكنه؟ طب انت فتشته ولقيت مخدر معاه، تم كمل، ما انت واخد الاذن بتفتيش المكان والشخص، انت ضبطت الشخص ولقيت ما معاه علبة سجاير، كمل وفتش المسكن. مش انت كنت بتقول على ان في كمية كبيرة من المواد المخدرة في مسكنه؟ كمل. لكن انت غير جدي، لان انت على يقين ان ما فيش في البيت مخدرات، وعشان كده اكتفيت بعلبة السجاير دي رجعتها، لكن انت ادخلت الغش على مصدر القرار
وقلت له ان في كميه كبيره من المواد المخدره في مسكنه، اديني اذن. راح مديك اذن عشان تقبض المخدرات، لكن طلع ان انت لا في في البيت مخدر ولا في حاجه. وهنا ينشا، شوفوا بقى، شوفوا الدفع بيجي ازاي بقى. وهنا ينشا الحق للمتهم في الدفع ببطلان القبض والتفتيش، لبطلان صدور اذن النيابه العامه لعدم جديه التحريات. بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور اذن النيابه العامه لعدم جديه التحريات. عرفتوا ازاي انا بطلع الدفع والدفاع من اوراق القضيه؟ وافضل اقرا القضيه لغايه ما اخلص كل ما الاقي. ليه انا بعمل القراءه الاولى اللي باخد لما بقرا القضيه لاول مره؟ عشان اخد فكره عنها، انا هقبلها ولا ما اقبلهاش، ده هياخد حكم اعدام ولا هياخد حكم بسيط، هياخد براءه ولا هياخد ادانه. كل ده من القراءه الاولى. القراءه الثانيه هي اللي انا بستخرج منها ايه بقى؟ الدفاع. ايه هو الدفاع؟ التناقضات والتعارضات والسقطات الموجوده في احداث واجراءات القضيه. يبقى انا بستخرج عشان اطلع الدفاع، بستخرج ايه؟ التناقضات والسقطات والتعارضات بين احداث القضيه. زي ما قلت لكم، ادي محضر التحريات قال كذا، ولما ضبط في محضر الضبط ما كانش فيه لا راح كمل ولا قبض على حد ولا راح البيت ولا راح حاجه، الامر الذي يؤكد ان التحريات تحريات غير جديه. وبالتالي لما اصدر السيد السيد وكيل النيابه الاذن، اصدره دون ان تكون هناك تحريات جديده. زملائي الاعزاء، انا مش اللي بيتكلم ده، اذا كان في حاجه يكتبها في ورقه ويجيبها لنا، عشان ايه؟ مش حق بس طب اتفضل، بس اتفضل. انا 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 مش هسيب حاجه، كل حاجه انا هغطيها قبل ما هغادر مجلسكم الموقر. انتوا هتبقوا يعني شبعانين من اللي انا هقوله. زملائي الاعزاء، انا عاوز اقول لكم حاجه مهمه قوي. اذن النيابه العامه أخطر ورقة في أوراق القضية. إذا تمكنت منه تمكنت من القضية. إزاي الكلام ده؟ يعني لما بيجي لك قضية أنت بتبص على الثلاث ورقات الأولانيين، محضر التحريات، إذن النيابة العامة، محضر الضبط. أنا قلت غير دول؟ اللي انا قلتها لكم هم دول. اللي قلت لكم مفيش جديه، والضابط قال كذا في المحضر وخد اذن عشان يضبط، وطلع ان لا في البيت مخدر ولا حاجه. ادي الثلاث ورقات. من الثلاث ورقات دول بتعرف ان القضيه ما قالها لفين، هياخد براءه ولا مش هياخد براءه، هياخد ادانه ولا مش هياخد ادانه، حكم هيبقى مؤبد ولا 15 سنه ولا هياخد سنه. كل ده بتعرفه من قراءة الأولانية. حضراتكم إذن النيابة العامة بقول إنه أخطر ورقة في أوراق القضية. أنت بتبص تلاقي إذن النيابة العامة ده باطل ولا صحيح إزاي؟ لازم تعرف كل حاجة عنه. أنا قلت لكم أول حاجة، عشان يصدر إذن النيابة العامة لابد من توافر شرطين: أن تكون هناك تحريات جدية سابقة على صدور الإذن، وأن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن، لأنه لا يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة لضبط جريمة ستقع في المستقبل حتى لو تأكد وقوعها. وضحت الجزئية دي؟ في بطلان تاني، ده بطلان صدور إذن النيابة العامة. في بطلان تاني للإذن، عشان تعرف إن الإذن باطل ولا مش باطل، تشوف أركانه. الإذن له أركان. طبعا الشراح بيقولوا
لا هي مش أركان، هي شروط صحة. أنا بقول لا، هي مش شروط صحة، هي أركان ودعائم. إذا تخلف ركن سقط الإذن، يبقى مش صحة. الصحة هي إيه؟ شروط صدور، شروط صحة صدور إذن النيابة العام، تحريات جدية وأن تكون جريمة قضاء بالفعل. إذا تخلف أحد شرطي الإصدار أو كليهما صدر الإذن باطل. لكن تعالوا بقى للبطلان الآخر، يجب أن يكون الإذن نفسه باطل، مش صدوره. صدوره يعني إيه؟ يعني الشكل بتاعه، يعني الغلاف بتاع الإذن، يعني المقدمة بتاع الإذن. لو كانت بطلة صدر بطل. طب الإذن نفسه بقى، عاوز أعرفه لكم أنه صحيح ولا باطل إزاي؟ لازم تعرف أركان الإذن. وما هي أركان الإذن؟ الكلام اللي بقوله لكم ده حافظوا عليه، لأنه وإحنا موجودين بنقوله، لكن بعد ما هنتوكل على الله مش هيبقى في حد يقوله، لأن ما فيش حد بيتكلم دلوقتي في الفقه الجنائي المتعمق. أركان الإذن هي الآتي: واحد، يجب أن يكون الإذن مدونا بالكتابة. أي إذن يصدره وكيل النيابة، أي إذن يصدره السيد وكيل النيابة، يجب أن يكون مدونا بالكتابة بين قوسين أصل عام. الأصل إذن إيه بقى؟ إذن بالضبط، إذن بالتفتيش، إذن بالمعاينة، إذن بالتسجيل. لما بيسجلوا الواحد يصدر الإذن بتسجيل مكالمات متهم مع واحد على رشوة. إذن بالتصوير المرئي لما بيدي إذن لبتوع الرقابة الإدارية إنهم يصوروا المقابلة اللي حتم بين الراشي والمرتشي. إذن النيابة، يبقى يجب أن يكون إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة أصل عام. واستثناء من الأصل العام يجوز. شفتوا الأول قلنا إيه؟ يجب وجوبي إذن النيابة العامة يجب أن يكون مدوما بالكتابة، ده وجوب أصل عام. ولكن يجوز استثناء من الأصل العام أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا أو برقيا. ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة شفهيا يعني بالتليفون. كل نيابة ممكن يقول لضابط المباحث بالتليفون، يقول له اتملى خد نأذن مين معايا، يقول له أنا النقيب، يقول له نأذن للسيد النقيب فلان الفلان كده، ويقول له الإذن. شفهيا أو برقيا تلغراف، يكتب تلغراف بسرعة، في بس بشرط أن يكون هذا الاستثناء في حالة الضرورة أو حالة السرعة. إذا توافر في الحادث حالة ضرورة أو حالة سرعة. تعالوا بقى نتذكر قضية من القضايا اللي كانت معروضة علي في الوادي الجديد، وكان إحدى قرى التابعة للوادي الجديد لمحافظة لمركز الخارجة، وكانت القرية دي في بطن الجبل، والنقطة الضابط المصدر السري بلغه إن فلان الفلاني بيتاجر في الآثار، وبإنه يحوز كمية من المشغولات الذهبية القديمة وتابوت فرعوني وكرسي من الذهب، وبيعرضه للبيع، وفي
احد المشترين هيجي له خلال شهر خلال ساعتين يستلم منه الحاجات دي. راح مبلغ الضابط الكلام ده، الضابط راح كاتب قال اتصل بي احد مصادر السريه وابلغني ان فلان الفلاني يتجد في الاثار الفرعونيه وان يحوز حاليا كميه من المشغولات الذهبيه وتابوت فرعوني وكرسي مصنوع من الذهب بمنزله، وانه على موعد لتسليم تلك الامور الى احد التجار، وعليه سيتوجه للسيد وكيل النيابه لاصدار الاذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عنه. بين بيت الراجل ده وبين وكيل النيابة في المركز الخارجة ساعتين رايح وساعتين جاي. التاجر هيجي له خلال ساعتين ياخد الحاجة، يعني لو راح وخد الإذن كتابة طبقا للأصل العام ورجع هيكون الراجل باع الحاجة وقاعد وقبض الفلوس، هتقبض على ايه؟ مفيش حاجة. يبقى هنا أفلت الجاني من العقاب. فاتصل بوكيل النيابة وقال له الكلام ده بالتليفون، قال له أنا عندي وقعة، تاجر بيتاجر في بيتاجر في المشغولات الذهبية والآثار الفرعونية، وإنه على موعد لتسليم الحاجات اللي عنده خلال ساعتين، أعمل إيه؟ وكيل النيابة كان صغير في السن، فاتصل برئيس النيابة بتاعه، ورئيس النيابة اتصل بالمحامي العام، ومحامي العام كان جنوب أسيوط، كان الوادي الجديد تبع جنوب أسيوط، في نيابة محامي عام جنوب أسيوط، اتصلوا بيه وقالوا له الوضع كذا، قال له طب ما تدي الإذن، ادي يا سيادة النائب، بيقول لرئيس النيابة ادي الإذن للضابط بالتليفون. شفتوا بقى المحامي العام فقيه عنده خبرة حصيف، مش لا ده باحث، قال له ادي له بالتليفون. وبعدين اتملى منه أول حاجة محضر التحريات واكتبه عندك في أوراقك، وادي له الإذن بتليفون وخليه يكتبه عنده في أوراقه. فراح وكيل النيابة راح متصل بالضابط وقال له مين معايا؟ قال له النقيب أحمد حسن. قال له اتفضل يا سيادة النقيب، نازل النقيب أحمد حسن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرى عن لضبط ما يحوز من آثار فرعونية ومشغولات ذهبية وتابوت على أن ينفذ الإذن. قال له يعني عاوز قد ايه؟ قال له ده هو ورا النقطه على طول. قال له على ينفذ الاذن مره واحده خلال 3 ايام تبدا من ساعه وتاريخ الاذن. خلاص الكلام. الضابط بقى معاه قد ايه؟ لا معاه ورقتين، محضر التحريات واذن نيابه. خلاص. وكيل النيابه معاه ايه؟ محضر التحريات واذن نيابه. لو ما كانش الحاجات دي موجودة يبقى كلام في كلام. لا، وعشان كده الشراح وأخذت بهذا الأمر محكمة النقض، قالت يجب أن تكون تلك الإجراءات لها ظل من الأوراق. لازم اللي أنت بتقوله ده لازم يبقى الضابط يكتب محضر تحريات. هو مش هيروح يديهوله، هو يبقى معاه محضر تحريات ومعاه إذن نيابة اللي هو اتملاه بالإيه؟ بالتليفون. وكيل النيابة اتملى من الضابط محضر تحريات وملاه إذن النيابة كتبوا عنده، يبقى كل واحد معاه ورقتين أكنهم اتقابلوا مع بعض وادوا لبعض. راح واخد الكلام ده كان إمتى؟ الساعة 12 الظهر. راح الضابط واخد الإذن وراح حطه جنبه وقعد يشرب الشاي ويتغدى وأيل شوية، وقام الساعة 5:30 كده بعد ما اتظبط دماغه وجهز القوة، وراح الساعة 6 على بيت المأذون بضبط وتفتيشه
وقبض عليه وقبض على التابوت الفرعوني وعلى كرسي المصنوع من الذهب وعلى المشغولات الذهبية وخدهم وعمل لهم محضر بالضبط وودهم للنيابة، والنيابة أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإتجار في الآثار الفرعونية، وأحيلوا إلى محكمة أسيوط الجنائية لمعاقبتهم. إيه رأيكم في القبض ده؟ اللي يقول لي باطل يقول لي ليه؟ أيوه تاني 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 أسمع تاني اتفضل. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الله، هو انت مش انت بلغت وكيل النيابة وقلت له اني هيسلم الحاجات دي خلال ساعتين؟ يعني انت اوحيت لوكيل النيابة ان في سرعة وفي، يبقى طيب يعني انت عاوز تستصدر اذنا بغير الطريقة الذي رسمه القانون، انت عاوز استثناء من الاصل العام. طيب ورحت، طيب ما قبضتش عليه ليه؟ لكن انت ادخلت الغش على مصدر القرار واوحيت له ان الراجل ده هيهرب الحاجات وهيبيعها، واديني اذن بسرعه. خليت المحامي العام اتدخل ورئيس النيابه اتدخل وكل ده، وادوك الاذن استثناء من الاصل العام بطريقه استثنائيه اللي هي الطريقة الشفوية، لكن الأصل هو إيه؟ يجب أن يصدر إذن النيابة العامة مدونا بالكتابة، ولكن يجوز أن يصدر إذن النيابة العامة استثناء من الأصل العام شفهيا أو برقيا، بس في حالتين، حالة الضرورة أو حالة الاستعجال. وإنت أوحيت للسيد وكيل النيابة أن في حالة ضرورة وحالة استعجال، طلع أن ما فيش حاجة وخدت الإذن وقعدت جنبك ونمت وقمت ورحت الساعة 6 بالليل، يبقى كان المفروض واجب عليك أنك تكتب محضر التحريات كتابة وتروح للسيد وكيل النيابة في مركز الخارجة تستصدر الإذن كتابة وترجع، ويبقى قدامك وقت عادي وتقوم الساعة 6 بالليل عادي تقبض على الراجل. لكن انت غشيت السيد وكيل النيابة واستصدرت الاسم، وبالتالي ينشأ الحق للمتهم ببطلان القبض والتفتيش. لبطلان ايه بقى؟ مش لبطلان صدور اذن النيابة، لبطلان اذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون. ليه؟ لانتفاء حالة الضرورة وحالة الاستعجال. وضحت جزئية؟ يبقى الدفع هو ايه؟ بطلان القبض والتفتيش لبطلان اذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون لانتفاء حالة الضرورة وحالة الاستعجاب. اي حد يا استاذ مش باحث وبص على الاذن وبص على محضر التحريات هيجد ان الاذن الراجل اداله السيد وكيل النيابة اداله 3 ايام، كان اليوم مثلا 1/9/2022 اداله من الساعة 12 الظهر الاذن لمدة 3 ايام، يبقى هيقعد 3 ايام عادي، ده هو ما هو نفذ الاذن اهو الساعة 6 بالليل، يعني خلال النطاق الزمني للاذن. مش كده الامور اللي واضحة كده انه نفذ خلال 3 ايام؟ لكن الباحث الله، ده انت واخد الاذن استثناء من الاصل العام، يجب ان يكون هناك حالة ضرورة او حالة استعجال. اللي انت عملته ده مخالف للقانون ومخالف للاصل العام، وعشان كده بينشأ الحق للمتهم ببطلان القبض والتفتيش لبطلان اذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون لانتفاء حالة الضرورة وحالة الاستعجال. تعالوا للامر للركن الثاني من إذن النيابة العامة. احنا لسه بنتكلم ايه في أركان إذن النيابة العامة عشان تعرف ان إذن النيابة العامة ده باطل ولا صحيح، تعرف أركانه ايه.
وانت هتعرف الاذن ده باطل وصحيح الا ايه؟ عرفت اركان؟ احنا عرفنا الركن الاولاني يجب ان يكون الاصل، يجب ان يكون مدونا بالكتاب اصل عام، واستثناء من الاصل عام يجوز ان يصدر اذن النيابه العامه شفهيا او برقيا. ادي اول ركن. الركن الثاني يجب ان يثبت مصدر الاذن اسمه وتوقيعه والجهة التابع ليها. يجب أن يثبت مصدر الإذن اللي هو وكيل النيابة، اسمه وتوقيعه، مش اسم بس، لا الاسم والتوقيع والجهة التابع ليها، وكيل نيابة الظاهر، وكيل نيابة الجيزة، وكيل نيابة بولاء الدكرور، وكيل نيابة قصر النيل. لازم يثبت الجهة التابعة لها. يجب أن يثبت مصدر الإذن اسمه وتوقيعه والجهة التابعة لها. ليه؟ لمعرفة الاختصاص، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني، لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه خارج نطاق اختصاصه هنا، إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه، إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. إيه الكلام ده؟ يجب السيد يجب على المحقق ألا يصدر أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني، إلا إذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. أنا بستحضر قضية كانت معروضة علي، قضية قتل عمد في السيدة زينب. كان أحد المتهمين قتل واحدة ست، لأنه بعد ما اشتغل عامل، بعد ما اشتغل عندها في بياض أو في كذا، واختلفوا على التمن وعلى السعر، فراح جاي وقتلها. ده اللي موجود في الورق. اتقبض عليه وقدم إلى التحقيقات النيابة، والسيد وكيل النيابة حضراتكم، قال له أنت قتلتها بإيه؟ قال له أنا قتلتها بمطوى قرن غزال. قال له طب فين المطوى دي؟ قال له بصراحة أنا خبيتها في شقة أختي في مصر الجديدة. أنا خبيتها في شقة أختي في مصر الجديدة. هنا وسيد وكيل النيابة لازم يضبط السلاح، لأنه لو ما ضبطش السلاح هتبقى قضية بدون سلاح، ما ينفعش. لازم يصدر الإذن بضبط وتفتيش شقة أخته لضبط السلاح المستخدم في الحادث. بس لازم الأول يبدأ إيه؟ التحقيق معه. فسأله وقال للمتهم ومين اللي قتل وقتلتها ليه وفين السلاح، يصدر الإذن بالضبط. وهنا تبقى الأمر الصادر صحيح، لأنه بعد ما فتح التحقيق أصبح من حقه أنه يصدر الإذن، يصدر قرار هنا خارج نطاق اختصاص المكاني. أنا كان نفسي طبعا أن أنا يعني أتواصل معاكم، لكن أنا تعبتكم وأجهدتكم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.